بعمل لي اول خط بالمدماك، وبعدين بقول انه انا بدي عندي كم طابق، واحد اثنين ثلاثة، عندي اربعة. لو كل واحد اخذ له شو اسمه 12 13 مدماك، يعني بدي 15 في 4 بجوز 60. فباجي ممكن اعمل اري لهاد ريكتانجلر، طبعا من هون باخذ هاد الكولومز، واحد صفوف مثلا بدي 50 ولا 60 واحد. قديش المسافة بين كل مدماك والتاني؟ كيف بتحسبوها؟ قديش المسافة بين المدماك والتاني؟ 26 سنتي. احنا ممكن نقول 26 اذا كنا حنستخدم المدماك ال 25 وبين كحلة سنتي. مرات بيجوا بيشتغلوا بيقولوا بدناش كحلة، مرات بيجوا بيقولوا بدنا نستخدم مداميك 12 ونص، مرات بيجوا بيحكوا لك بدنا نستخدم مداميك 50 سنتي. إذا مسطرة المداميك مش 25 سنتي رقم مقدس، لازم أعرف شو حجم المداميك اللي أنت بدك تشتغل فيها. شفتوا مشاريع 12 ونص سنتي المداميك الصغيرة؟ شفنا 60 وفي 50 وفي 60، فأنت لازم دائما تشوف شو بدهم يشتغلوا، شو التكنيك اللي بدهم إياه. أنا حعتبر زي ما حكينا بشتغل بالطريقة العادية إنه المسافة 26 سنتي بين كل مدماك والثاني. هي رسمتهم. اوكي، هي رسمت، هي رسمت مسطرة المداميك. كيف بدي اربطها مع هدول؟ كيف بدنا نربطها؟ انتبهوا علي، شوفوا كيف احنا بنشتغل في المكتب. احنا بنيجي بنقول بطن اول عقده هاي بدها تيجي مع بدايه مدماك، البطن تبعها. يعني شو بس شو كيف هم بيشتغلوا بالموقع؟ بضلهم يبنوا ليوصلوا عند مدماك الاخير، بطوبروا بعدين ببلشوا يبنوا مداميك جديده مع بداية الطبر. اوكي، فبيجوا شو بيشتغلوا؟ بيعملوا هيك، شايفين هاي المسافة هيك، بوقفها على بداية اول بطن العقدة. هلا في بعض، في مقاول كنت اعرفه كان يفصل مدماك 31 سنتي على قد العقدة عشان بس يطوبر يوقف الحجر ويصب يكون واصل مع المدماك. في ناس لا، بيبنوا المدماك هذا هدول الاثنين وبصبوا العقدة، فبتكون العقدة واصلة تطلعوا لوين؟ لبداية المدماك هذا. في البعض بيجي يعني في مقاول بعرفه بيعمل إسكانات بيقول لي بتبينش، بيروح بيعمل مدماك 31 سنتي بس لا على قد العقدة بلفه. هلا احنا عادة بنشتغل بداية البطن هذا مع بداية هاي. طب لما جيت وصلت هون طلعوا شو صار بالمدماك؟ وين اجا؟ ما اجاش مع بطن العقدة. فهم شو بيسووا؟ بيجوا حكموا بهاي المسافة، بدل ما تكون 3 و75 بقربوها لأقرب مدماك. يعني كلياتها هاي هاي بيخلوها من عند من هون بنزلوها لهون. شايفين كيف؟ هيها خلوها، بنخليها مع بداية مدماك. إذا الزبون مصر على 3.75 أو أكثر برفعها، ممكن تصير أعلى. إذا في مجال هني نزلت الارتفاع ل 3.65. باجي للعقد اللي بعدها. هيك. برضو نفس الإشي، يا برفع لهذا المدماك يا بنزل للبداية هاي. فممكن أجي أعمل هيك ستريتش أو أعمل باخذ هدول وبنزله من هون لهون. شايفين؟ فبصير الارتفاع 87، او اني باجي بقول لا ما بدي هيك، باجي بعمل استرتش لفوق بزيد الارتفاع من هون لهون. يعني بخلي عفوا المسافه هاي تمشي، بدي اياها انا تمشي مع بدايه مدماك. هيها مشت، لاحظوا كيف هيك هيهم. فبعدل انا بدايه العقدات تبعوني على بدايه مداميك. شايفين هاي هيك؟ باجي بقول كله هذا بدي ارفعه تقريبا من هون لهون. هلا لو تيجي انت تمد على العقدات كلياتهم هتلاحظ انه العقدات جايات مع بدايه مداميك. شايفين هاي ماشي مع مدماك، هاي ماشي مع مدماك، وعلى اساسه بنغير قديش عندي الارقام هاي بعمل لها ايديتنج. برجع هاي ثبتناها، الارضي ثبتناه على 140، هون بدال
75 صارت 65، فهاي على السريع بدال هيك بتصير هيك. هذه المسافة باجي برضو بحسبها، صار عندي 3 و69 بضيف لهذا الرقم. أي أسئلة لغاية هون؟ لا تمام كله تمام مهندس. فبصير 9 و25. طب مين يلخص لي كيف أنا اشتغلت على المقاميك؟ مين يلخص لي كيف أنا بشتغل مسطرة المناسيب ومسطرة المقاميك؟ على أي أساس؟ إيش الخطوات اللي بشتغلها؟ أحكي؟ مين معي؟ مين بيحكي؟ وليد. وليد احكي يا وليد. ثبتي أول بدماك مع المنسوب الطابق الأرضي. أها. مع منسوب بعدين... بطن العقدة. مع منسوب بطن العقدة. أه بتبلش. بعدين مشيت باقي المقاميك مع منسوب بطن العقدة باقي الطوابق. بس في هاي الحالة لاحظت إني أنا ممكن أغير بالارتفاعات، أغير يعني ارتفاع الطوابق، مو شرط يطلع عندي الطابق 3 بالضبط. يعني أنا مثلا بيت الدرج يعني بحدود 2.5 بيكون ارتفاعه، لو وقفت فيه أو بيكون ارتفاعه 2.5، لو صار 256 مش مشكلة. هلأ هون ممكن أنزله لمدماك يصير 287، 290، وممكن يكون أكثر. يعني إذا بتقيسوا ارتفاع البيت عندكم مش هتلاقوه رقم 3 بالضبط. هيك احنا بنشتغل، لاحظوا كل العقدات ماشية مع بداية مداميك. هلأ شايفين كيف عملت مسطرة المداميك ومسطرة هاي. هلأ لو بدي أبلش أرقم هذا الحكي، باجي أنا بقول أنا بدي فوق البلاط 4 مداميك، أو مثلا هاي العقدة فوقها بحدود 4، هي 1 2 3، وهي كمان 0.26، هاي بتكون أعلى مدماك عندي. هذا هلأ بقدر أنا أبلش أرقمه. أكتب هيو هيك، طلعوا كيف هي هون. أول إشي بدنا نحط المسافة اللي هي 1 مثلا، وهذا شو بدي أعمل فياته؟ بدي أعمل له كوبي هاد. أنا ما عمري جربت أعمل لأرقام أري، ممكن كمان أعمل له أري أجرب ريكتانجولر أري تفرقش معه، أشوف الأعمدة 1، الروز 60، المسافة ناقص 0.26. ليش حطيت ناقص؟ عشان ينزل لتحت، عشان ينزل لتحت. هاي رقبته هيك، ولا خليني أحط أشوف وين منسوقة. أوكي هيني هون عندي هاي الأشياء. هلأ كيف بدي أخليه يصير 2 3 4 5 6؟ كيف أقدر أعمل هذا الحكي؟ كيف أعدل عليه؟ هل دي أعدل عليه 1 1 ولا لا؟ إذا اللي حضر فيديو الحديد بيلاقي الطريقة. أنت أنا في كاونت. في كاونت. تكست كاونت. تكست كاونت. تكست معناته كتابة. بدي أشوف تي إي. شكله تي إي ولا تي؟ مهندسة تي سي. تي سي. تي سي أو. تي سي أو هذا. تي كاونت. تكست كاونت. قال لي select object لازم اختارهم كلياتهم. اوكي هي القصة بدي اشوف هل لازم اختار 1 1 1 ولا هيك صح؟ خليني اشوف. اوكي هلا لازم شايف select order، لازم تقعد تشتغل هاي، لازم تكون مختاره 1 1. خلينا نشوف هلا الستارت قديش والانكريمنت قديش. الرقم اول رقم حيكون عندي 1، والزيادة قديش بدها تكون عندي؟ 1. أشوف عملهم ولا لا؟ ما عملهم لأني ما اخترتهم 1 1. لاحظتوا كيف؟ لا ما نتأكد ولا عملهم؟ لا عملهم، بس شوفوا كيف حطهم جنبه. لاحظين؟ لأنه ما اخترتهم أنا. تمام خلينا نشوف كمان مرة كيف هو. تي كاونت سيليكت أوبجكت، بدك تقعد هيك تي سيليكت أوبجكت. هل اختار؟ مش عارف، مش لازم يفرق اصلا هيك. هلا سيليكت اوردر اوكي. الانكريمنت بدي اقول 1.1، وبدي اخذ اوفر رايد. شو عمل لي اياهم؟ لاحظ هيك اخذهم بهذا الشيء. نجرب نعمل ميرور لكل الموضوع، هل بنحل القصه؟ أشوف
نعطوا هي عملناهم هيك. اوكي نقدر نعمل هذا الحكي. وبعدين بدك تبلش تاخذ هدول تقعد واحد واحد تزيحهم لهذا الحكي. يعني بدها شويه شغل. خلينا نعمل موف هلا هيك، ناخذ لنا اي واحد فيهم هون مثلا يكون عمودي على هذا. اوكي يعني هاي احدى الطرق اللي بنعملها. هلا هاي اذا انت اشتغلتها وحطيت هذه مسطره المداميك جوات الرسمه تبعتك از بلوك او بالدي دبليو تي، لما يكون في عندك رسمه جاهزه بتصير كل ما تشتغل مقاطع مش مضطر انك تعيد. يعني احنا عندنا هذا الحكي كلياته بلوك غالبا بنعمله وبنستخدمه بكل المخططات، بنعمل اكسبلود وبنمحي العدد لزياده، بنبلش بنشوف شو عندنا الرقم وبنستخدم يعني بنرسمها مره واحده وبنشتغلها. هلا هيك انا جهزت هذا الجزء. هلا